السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب بنات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. طب يا دكتور، نبتدي حل إن شاء الله في يونت 2 ليسون 1. خلاص المفروض حل الدروس اللي قبل كده كلها هتلاقيها موجودة على بلاي ليست على القناة. بنذكرك طبعا لو مش مشترك اشترك، فعل الجرس عشان تتابع المحتوى الخاص بيك. الحاجة التانية إن شاء الله بإذن الله هينزل لك قريب جدا ريفيجن على يونت 1، تمام يا دكتور؟ طيب يلا نقول بسم الله. بسم الله ندخل بقى على اول سؤال. اول سؤال بيقول لك ايه؟ الالكترونز ار نوت تشارجد بارتكلز. بصيت على الاختيارات لقيته بيقول لي بوزيتيف ولا نيوترال ولا نيجاتيف. اكيد طبعا الالكترونات مالها يا اولاد؟ نيجاتيف يا مستر. اشمعنى؟ احنا قلنا عندنا الاتوم بتتكون من نيوكليس فيها بروتونز ونيوترونز، والبروتونز طبعا بوزيتيف والنيوترونز نيوترال، وبره في الكترونات نيجاتيف تشارج بتروتيت اراوند النيوكليس، يعني بتدور حوالين الايه؟ النيوكليس. خلاص طيب سؤالنا اللي بعده بيقول لي الفلو في الالكتريك تشارج. على فكره الالكتريك تشارج اللي هي الالكترونات ثرو اميتال واير، يعني ايه؟ طالما حصل فلو للالكترونات او الالكتريك تشارج في الكتريك واير، معناها ان انا عندي الكتريك كارنت. معناها ان انا عندي يا دكتور الكتريك كارنت. هل عندك ريزيستنس؟ لا طبعا. او هل ده الكتريك كارنت انتنستي؟ لا مش ده الانتنستي خالص، انما ده عباره عن ايه يا دكتور؟ الكتريك كارنت، ده تيار كهربي. يبقى السي هي الرايت، ايه هي الرايت تشويس. طيب يلا سؤالنا اللي بعده بيقول لك دي نقط ايه دي ميجرنج يونت اوف الالكتريك تشارج. ايه هي الميجرنج يونت للالكتريك تشارج؟ الكتريك تشارج معناها بيقصد الكوانتيتي اوف اللي تشارج، يعني كميه الكهربيه. فهمت اللعبه؟ خلاص فكميه الكهربيه بتميجر بالايه يا مستر؟ الكوانتيتي اوف التشارج بتميجر بالكولوم، يبقى الكولوم هي الاجابه المظبوطه. خلاص لان هي مش امبير، الامبير الكرنت انتنستي، والفولت البوتنشال ديفرنس، والاوم الريزيستنس. فطبعا ايه مش دول خالص. طيب يلا سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور بيقول لك ايه يا دكتوره؟ بيقول لك الميجرنج يونت اوف الالكتريك كرنت انتنستي. هنا بقى الاي اللي هي الكرنت انتنستي ايكوال ايه بقى الكرنت انتنستي يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر الكرنت انتنستي الميجرنج يونت بالامبير كده كده، هي بالامبير طبعا. خلاص بس هي ايكوال ايه بقى؟ ايكوال الكيو اوفر الاي اوفر التي، يبقى الكوانتيتي اوف اللي تشارج اوفر التايم. وصلت؟ يبقى هنا الاجابه ميجرنج يونت للكرنت انتنستي امبير. حلو يلا اللي بعده نمبر 5. يلا يا دكتور الامبير ايكوال ايه اهو؟ ادي الامبير اللي هو مين؟ اللي هو الاي بقى، ما احنا عندنا الاي الكرنت انتنستي ايكوال الكيو اوفر التايم، ده امبير. طب والكيو؟ ها هتقول لي يا مستر الكوانتيتي اوف التشارج بالكولوم. طب والتايم بالسكند، يبقى الامبير ايكوال مين على مين؟ كولوم على سكند. خلاص يبقى كولوم اوفر سكند، كولوم اوفر سكند، يبقى بيها الاجابه المظبوطه. طيب عظيم جدا. يلا نمبر 6. يلا يا دكتور بيقول لك ايفن الكوانتيتي اوف الالكتريك اوف الالكتريستي بالسيرتي كولوم، يبقى دي الكيو يا دكتور. This is in a time 10 second، يبقى ده التايم. through a conductor، خلال موصل. So ان الكرنت انتنستي ايكوال ايه؟ والله اللي انا عارفه ان الكرنت انتنستي ايكوال الكيو اوفر التي. الكيو بكام؟ 30. اوفر التي بكام يا دكتور؟ ب 10. 30 اوفر 10 الزيرو راح مع زيرو اتبقى 3، يبقى اذا 3 امبير. فين 3 امبير؟ نمبر في، يبقى هي دي الاجابه الايه؟ المظبوطه. طيب عظيم جدا. يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر بيقول لك ايه؟ الكوانتيتي اوف الالكتريسيتي فلو ان ا كوندكتور، كميه الكهربيه اللي بتمر في كوندكتور. اون باسنج الالكتريك كارنت اوف انتنستي 2 امبير، يبقى هو مديني ايه؟ الاي ايكوال 2 امبير. ثرو ا كروس سكشن اوف كوندكتور ويذن تايم 20 مينتس، يبقى هنا التايم ايكوال 20 مينتس. حلو حلو. ايكوال كام كولوم؟ معناها ان هو عايز ايه؟ طالما كولوم يبقى هو عايز الكيو. طب هي الكيو ايكوال ايه يا مستر اهو؟ ما تنساهاش بقى، انتوا عاملين الترينجل كده، ادي الاي ايكوال كيو اوفر تي، يبقى الكيو ايكوال الاي في التي، يبقى ايكوال الاي كان ايه؟ ب 2 امبير، مالتبلاي التايم ب 20، ها 20 مينت، بس انا التايم بيبقى شغالين بالسكند مش بالمينت. خلاص يبقى انا احول ايه؟ احول من المينت يا دكتور الى السكند. ايوه كده، يعني من الكبير للصغير يبقى تايمز 60، يبقى بنعمل مالتبلاي 60. فهمت؟ يبقى تايمز 60. يلا بالآلة الحاسبة بقى بالكالكليتر يا دكتور توصل لإيه؟ يبقى 2 تايمز 20 تايمز 60 طلع ب 2400، يبقى هي دي الرايت ايه؟ هي دي الرايت تشويس. ها وصلت؟ تمام. طيب عظيم جدا. اللي بعده بيقول لك the knot is known as the quantity of electricity. ايه اللي بيبقى معروف هو الكوانتيتي اوف الالكتريستي فلوينج ثرو اكروس سيكشن اوف كوندكتور ان 1 سكند. بص معايا الكوانتيتي اوف الالكتريستي ومعايا 1 سكند، معايا التايم، ها كيو تايم. الله، ايه اللي يربط الاثنين دول ببعض؟ هتقول يا مستر اللي يربطهم ان الاي ايكوال كيو اوفر تي.
خلاص، يبقى انا معايا كيو ومعايا تي، هو يقصد مين؟ يقصد الاي. الاي ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الكرنت انتنستي. فهمت اللعبه؟ وبناء عليه يقول لي ايه بقى يا مستر؟ بيقول لي يبقى الكرنت انتنستي از نون از ذا كوانتيتي اوف الالكتريك تشارج اللي بتفلوينج ثرو اكروس سكشن اوف كوندكتور ان 1 سكند. ايوه هي دي بالظبط. يبقى الكرنت ايه؟ كرنت انتنستي. خدت بالك منها؟ وضحت؟ طيب يلا نشوف اللي بعده. يلا بيقول لي ذا تشارجز ويتش ترانسميتد باي الكرنت اوف 1 امبير ان 1 سكند نون ايه؟ بص بص بص، كرنت اوف 1 امبير، يبقى انا مديك ان الاي ب 1 امبير ومديك ان التايم ب 1 سكند. الله، يبقى انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ هتقول لي يا مستر بص القانون عندنا اهو كان بيقول ايه؟ بيقول ان الاي ايكوال كيو اوفر التي، ده اديته لنا وده اديته لنا، اه يبقى الاثنين دول معانا. هو يقصد مين يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر يقصد الكوانتيتي اوف الايه؟ اوف التشارج. طب هنا بيقول لي ايه بقى؟ 1 امبير يبقى ميجرنج يونت، 1 سكند ميجرنج يونت، يبقى مين الميجرنج يونت بتاعت الكوانتيتي اوف التشارج؟ هتقول لي الكولوم. فهمت اللعبه؟ فين الكولوم يا دكتور؟ نمبر بي، نمبر ايه؟ اسف، يبقى هي دي الاجابه الايه؟ الاجابه المظبوطه. وصلت؟ اتفهمت؟ ليه؟ هتقول لي طب اشمعنى هنا ما جبناش الكوانتيتي في التشارج؟ ما انا بقول لك 1 امبير 1 سكند. بص هنا انا قلت لك ايه؟ قلت لك الكوانتيتي، الكوانتيتي في الالكتريستي والتايم. خلاص؟ هنا كوانتيتي، الكوانتيتي في الالكتريستي ثرو كروس سيكشن ان 1 سكند، كده كده التايم عامه بيجي 1 سكند على طول، بس هنا انا بقول لك ايه؟ كوانتيتي اوف الالكتريستي، انما هنا قلت لك امبير سكند، الاثنين ميجرنج يونت. خلاص؟ طيب تعال نشوف اللي بعده. يلا بيقول لي الاميتر از يوزد تو ميجر ذا نقط ان ذا الكتريك. اولا اميتر، صح صح، يبقى امبير، الامبير اللي هو ميجرنج يونت مين؟ كارنت انتنستي، يبقى كارنت انتنستي، يبقى نمبر بي الاجابه الايه؟ المظبوط. طيب يلا نمبر 11 بيقول لك الميجرنج يونت اوف الاماونت اوف الالكتريسيتي ان ان ذا كولوم ات دازنت ايكوال وذ نقط. بص الميجرنج يونت بتاعت الاماونت اوف الالكتريسيتي بالكولوم دي بقى مش بتساوي لمين؟ هقول لك تعالى. اول حاجه خالص اماونت اوف الالكتريسيتي يعني يا مستر الكيو. حلو حلو، الكيو ايكوال ايه؟ هتقول لي بص احنا عندنا الترينجل الاول ان الاي ايكوال كيو اوفر التايم. حصل حصل، يبقى الكيو ايكوال الاي في التايم. طب هي الاي بالايه؟ هتقول لي بالامبير. حاضر، يبقى امبير. طب والتايم بالسكند. هو بيقول لك ايه؟ ات دازنت ايكوال ويز، يعني هي في حاجه واحده مش هتكون زيها والثلاثه نفس الميجرنج يونت بالظبط. لذلك بص بص الاماونت اوف الالكتريستي فعلا امبير في سكند. هو بيقول لي اول حاجه امبير ملتبلاي سكند، ما هو امبير تايمز سكند. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط، يبقى مش هختارها لان هو بيقول لي دازنت ايكوال. طب ايه موضوع جول على فولت؟ اقول لك تعالى. في بقى التراينجل الثاني اللي هو بتاع مين يا مستر؟ بتاع البوتنشال ديفرنس. البوتنشال ديفرنس يا دكتور ايكوال ايه على ايه؟ هتقول يا مستر الورك اوفر الكوانتيتي اوف التشارج. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تقول لي مظبوط. حلو، يبقى احنا عندنا دلوقتي البوتنشال ديفرنس بالفولت. خلاص، يبقى بوتنشال ديفرنس بيمجر بالايه؟ بالفولت. طب والورك يا دكتور بالجول، والكوانتيتي اوف التشارج بالكولوم. تمام كده؟ تمام. يبقى انا عندي ايه؟ عندي كولوم وعندي جول وعندي فولت. طيب بص بقى الفكره فين؟ الاماونت اوف الالكتريستي دي ايكوال مين على مين؟ ايكوال بص فوق جول تحت فولت، يبقى جول على فولت اهو، جول اوفر فولت، جول اوفر فولت. مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ مظبوطه، يبقى مش هختارها. طب ما هو بص هنا بيقول لي فولت في جول. بص فولت جول، هل ينفع الكوانتيتي اوف التشارج تكون فولت ملتبلاي جول؟ الاجابه لا طبعا، ده هو جول على فولت، يبقى هي دي الايه اللي مش هتبقى ايكوال، لان بيقول لك دازنت ايكوال. خلاص. طب الدي بيقول لي ايه وبي؟ طب ما هو ايه وبي ما ينفعوش، يبقى ده كمان ما ينفعش لان هو بيقول لي doesn't equal. يا رب اكون وضحت معاك وفهمتها. خلاص، طبعا دي ليها علاقه بالايه؟ بالقانون الثاني بتاع البوتنشال ديفرنس ايكوال الورك على الاماونت اوف الايه؟ اوف التشارج او الكوانتيتي اوف التشارج. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور بيقول لك ايه؟ All the following are used to measure the electric current intensity except. يعني ايه كل ده بستخدمه عشان اميجر الالكتريك كارنت انتنستي؟ مين الالكتريك كارنت انتنستي؟ اللي هو الاي. حلو الكلام، حلو الكلام. اكسبت. طيب هو اولا ايه الميجرنج يونت اوف الالكتريك كارنت انتنستي؟ هتقول لي الامبير، يبقى ده كده مستبعد. طب هل كولوم على سكند؟ طب انا هعرف ازاي؟ بص بقى يا دكتور لازم نرص القوانين كلها قدام عينينا عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه بالظبط. بمعنى اكتب لي كده كل القوانين اللي حضرتك درستها خلال الدرس ده. هتقول لي يا مستر اول قانون ان الكارنت انتنستي ايكوال الكوانتيتي اوف التشارج اوفر التايم بالسكند، طبعا دي بالكولوم. حلو. الثاني هتقول لي يا مستر ان البوتنشال ديفرنس ايكوال الورك دان اوفر الكوانتيتي اوف التشارج. اخر حاجه هتقول لي ان الريزيستنس ايكوال الفي اوفر اي اوفر الاي. حصل كده؟ حصل. طيب يبقى الموضوع ماشي ازاي؟ الموضوع ماشي كالاتي. لو جينا لعبناها ميجرنج يونت، يعني ايه؟ هات لي بقى قوانين الميجرنج يونت كده على طول سريعا، كل واحد الميجرنج يونت بتاعته، بحيث تبقى كل حاجه قدامنا اهو. ماشي اهو.
عندنا اول حاجه الامبير ايكوال ايه، ايكوال كولوم اوفر سكند. طيب والفولت ايكوال ايه يا دكتور؟ هتقول لي ايكوال الجول اوفر ايه، اوفر الكولوم. اخر حاجه الاوم ايكوال الفولت اوفر مين، الامبير. بص بقى الحاجه التانيه بيقول لي ايه، بيقول لي كولوم اوفر سكند. بص كولوم اوفر سكند ده عباره عن ايه يا دكتور؟ هتقول لي كولوم اوفر سكند عباره عن امبير، اذا هو الميجرنج يونت للكرنت انتنستي، يبقى هي هي، يبقى مستبعده. طب هنا جول ملتي بلاي اوم اوفر كولوم، ها جول ملتي بلاي اوم اوفر كولوم، دي بقى عباره عن ايه؟ تعالى نستنتج يلا بينا. بص يا دكتور لما تلاقي حاجه بالشكل ده عارف دي اصلها ايه؟ دي ليها شكل تاني. ايه الشكل التاني؟ دي كانت عباره عن جول اوفر ها كولوم اوفر اوم. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم، صلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا دكتور اولا لما تيجي تعمل الشكل ده او الشكل عمليه الديفايدنج ديت، الاوم ده اقدر اطلعه فوق هنا يبقى ملتي بلاي. يعني ايه؟ تطلع لي في الاخر جول ملتي بلاي اوم اوفر كولوم. طيب عشان نتاكد يا دكتور هنعمل ايه؟ هقول لك، هتقوم جايب على الكالكوليتر كده علامه الديفايد، عارف علامه الديفايد ديت؟ تكتب لي هنا 2، اكتب لي مثلا هنا 3، ومعامل علامه ديفايد دوس على علامه الديفايد تاني اللي هي نفس العلامه ديت، هيطلع لك خانه تاني تحت هنا اهو، دوس عليها مثلا 5، عارف ايه اللي هيجرى؟ ايه اللي هيجرى؟ هتلاقي كتب لك كده الناتج، دوس ايكوال، دي هتطلع هنا يبقى 10 اوفر 3، يطلع لك 10 اوفر 3 على الكالكوليتر كده. فده معناه ايه؟ ده معناها الشرح التفصيلي اللي انا بقوله لك هنا. وبناء عليه يبقى الكلام على ايه يا مستر؟ الكلام كالاتي، جول اوفر كولوم، فين جول اوفر كولوم؟ اهو جول اوفر كولوم، الاثنين دول بايه؟ بفولت. تمام، فولت اوفر اوم، اهو فولت اوفر اوم، يطلع لي ايه؟ يطلع لي امبير. يبقى بص بص بص، ادي الامبير طريقه بقى عكسيه، ادي الامبير ايكوال ايه يا مستر هنا اهو؟ هتقول لي فولت اوفر اوم، ادي فولت على اوم، حصل حصل. طب ما هو بص، ما انا عارف ان الفولت عباره عن ايه، اهو هشيل الفولت واحط ده، يبقى الفولت هتقول لي يا مستر ها جول اوفر كولوم اوفر اوم، اهو دي اللي احنا وصلنا لها. طب ما تطلع لي ده، عذرا رجع بقى ده كده مكانه، ايه هو؟ طلع لي بقى الاوم هنا اهو، يطلع الاوم هنا يبقى جول ملتي بلاي اوم، اهو جول ملتي بلاي اوم اوفر كولوم، بحيث يبقى جول على كولوم بايه؟ هتقول يا مستر جول على كولوم، اهو جول على كولوم فولت، اهو كده فولت، خلاص فولت اوفر الاوم يطلع لنا ايه يا دكتور؟ ها هتقول يا مستر بيطلع بالامبير. وصلت؟ خلاص يبقى دي كده يا دكتور عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ يبقى اذا ايه ديت برضو مالها مظبوطه، يبقى مش هنختارها، اذا تبقى الاجابه ايه؟ هتقول لي كده يا مستر الاجابه تبقى نمبر تي، هي الرايت تشويس. طيب عايزين نتاكد منها، بص بقى هنا دي عباره عن ايه؟ بيقول لي جول اوفر كولوم ملتبلاي اوم، عارف دي معناه ايه؟ معناه ايه؟ الاثنين دول عباره عن ايه؟ جول على كولوم، صح صح، جول على كولوم بايه؟ بفولت، دي معناها ان دي فولت ملتبلاي اوم. خلاص دي كده معناها فولت ملتبلاي الاوم، يعني دي كلها حاجه واحده. خلاص ملتبلاي مين؟ ملتبلاي الاوم، خرج الاوم بره خالص. يبقى ده على ده بفولت ملتبلاي الاوم. بص بقى، هل فولت بيكون ملتبلاي الاوم؟ لا طبعا، امال الفولت بيكون ايه؟ ديفايد الاوم وليس ملتبلاي. يا رب يكون وضحت. ده كده اجابه سؤال نمبر 12. يلا نمبر 13 بيقول لك ايه؟ بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لك فور ميجرنج ذا بوتنشال ديفرنس باي دايركت ميثود ذا نوت ابريتس از يوزد. والله عشان انا اميجر البوتنشال ديفرنس بطريقه مباشره يبقى انا هستخدم مين يا دكتور؟ هتقول لي الفولت ميتر. فهو بيقول لي اميتر فولت ميتر اوم فولتا ميتر، لا هو فولت ميتر مش فولتا، فولتا دي غلط، خلاص فدي غلط، هيكون ايه بقى؟ فولت ميتر. تمام، طبعا اوميتر ده ريزيستنس، وده طبعا الكرنت ايه؟ الكرنت انتنسيتي. طيب يلا سؤال نمبر 14 بيقول لك ايه؟ بيقول لك تو ترانسفير الكتريك تشارج اوف 10 كولوم، يبقى ديت الكيو، بتوين تو بوينت ذا بوتنشال ديفرنس بتوين ذيم از 20 فولت، يبقى ده الايه؟ البوتنشال ديفرنس. نقط جول ار نيدد، جول ده ميجرنج يونت للورك، يبقى هو عايز الورك، اقول له خلاص يبقى الورك ايكوال ايه اهو؟ ادي الورك يا دكتور ايكوال الفي ملتي بلاي الكيو، يبقى نجيب الفولت، كام الفولت يا معلم؟ 20 ملتي بلاي الكولوم كام؟ 10، الاثنين ملتي بلاي 10 يدينا ايه؟ 200، يبقى هي دي الرايت ايه؟ دي الرايت تشويس. يلا سؤالنا نمبر 15 بيقول لك ايه؟ بيقول اف ان الورك دان تو ترانسفير ان الكتريك تشارج اوف قد كده كولوم. بص بص قال لك ورك دان، صح صح، بعد كده كولوم، يبقى ده كوانتيتي اوف التشارج.
بتوين تو بوينت از قد كده جول، يبقى هو ده فعلا الورك. يبقى انا معايا الورك ومعايا الكوانتيتي. البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينت ويل بي ايه بقى؟ بص اهو ادي البوتنشال ديفرنس ماله يا مستر، ايكوال ايه؟ الدبليو اوفر الكيو، يبقى الورك اوفر الكوانتيتي اوف التشارج. الورك بكام بالرقم الكبير ده؟ يبقى نقول الرقم ده اهو اوفر مين يا دكتور؟ ها هتقول لي يا مستر اوفر الكوانتيتي في الايه اوف التشارج. طبعا 20 يروحوا مع 20، بعد كده 330 اوفر 3 ها طلع بايه 110، يبقى 110 دي يبقى هي دي الرايت تشويس. ها وضحت؟ تمام. يلا سؤالنا اللي بعده نمبر 16 بيقول لك ايه؟ يلا بينا. بيقول اليونت ذات از يوزد ان ميجرنج الورك از ايه؟ انا عايز اعرف ايه هي اليونت اللي انا بستخدمها عشان اميجر الورك. ها الورك يا دكتور عباره عن جول، فده سؤال ايه؟ سؤال دايركت جدا ما فيش فيه اي افكار. اللي بعده the knot is used to measure the electromotive force of the battery. والله اللي بميجر بيه الالكتروموتيف فورس هو الفولتيميتر. امتى يا دكتور؟ لما بتكون اوبن ايه زي ما اتفقنا اوبن سيركت، ويكون كونكتد عند الباتري، وبيكون كونكتد باراليل. كل دي معلومات في غايه الاهميه. طيب الميجرنج يونت اوف الالكتروموتيف فورس از ايه؟ برضه زيها زي الايه؟ زي البوتنشال ديفرنس، لان هو نفس الاباريتس نفس الجهاز، يبقى بالفولت يا دكتور. وصلت؟ يبقى بالايه يا دكتور؟ ها تقول لي فولت يا مستر، حلو جدا. يلا 19 which of the following figures be represented the right connection of the ammeter and the voltmeter in the circuit. طب هو الاميتر يا مستر المفروض يتكونكتد ايه؟ كونكتد سيريز. طب والفولتميتر بارلل. بص ده كده سيريز وده كده سيريز، كده كلهم سيريز لبعض، فده غلط. هنا الاميتر سيريز صح، والفولتميتر فعلا بارلل صح، والباتري طيب ها بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، اه اذا دي كده ايه مظبوطه وما فيش فيها مشكله، هي دي الرايت تشويس. طب دي ايه الغلطه اللي فيها؟ ان الفولتميتر عكس، جاب الفولتميتر سيريز والاميتر بارلل، وده غلط. الاميتر دايما سيريز وده بارلل. ها وصلت؟ تمام. طب وهنا هو يا دكتور برضو بص جايب الاميتر سيريز، فده ما ينفعش، غلط. اسف جايبه بارلل، ده بارلل كده يا جماعه، ده بارلل لده اهو، ده بارلل لده بارلل لده، فده كده ايه مستبعد وغلط. يلا اللي بعده. يلا نمبر 20 بيقول لك ايه؟ بيقول لك which one of the following figures represents a part of an electric circuit that contains an ammeter and voltmeter connected in right way. عايزين نشوف ammeter وvoltmeter connected in right way زي ما اتفقنا، نفس اللي فاتت بالظبط. ammeter series voltmeter ايه parallel. هنا بص جاب الvoltmeter series والammeter parallel، ده كده parallel لده، فطبعا دي غلط. هنا الاثنين series، غلط برضو. هنا الammeter series والvoltmeter parallel، اه دي مظبوطه ما فيهاش مشكله. هنا الاثنين بارلل عشان بس تبقى فاهم التوصيلات، ده كده الاثنين بارلل اهو. بص بارلل بارلل، امتى سيريز؟ يجيبوا لك ان هو كده في الحته دي خلاص، يعني السلك على طول، وصلت الواير على طول. يلا اللي بعده. عذرا بيقول لك الفاليو اوف الورك ده تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف الالكتريك تشارج. بص الفاليو بتاعت الورك ده عشان اترانسفير كوانتيتي اوف ايه؟ اوف التشارج. ورك ده ها quantity of the charge of one column between two poles of this conductor. This is ايه بقى الكلام ده يا جماعه؟ تعريف مين؟ بص احنا كده اتكلمنا على مين؟ هتقول لي على اللي ناقص من ال W وال Q ال V. ما هو ال V equal ايه؟ ال W over ال Q. فانت قلت ده وقلت ده، يبقى هو انا بتكلم على البوتنشال ديفرنس. فين بوتنشال ديفرنس؟ دي يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. وصلت؟ يا رب يكون الامور واضحه. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الجول ايكوال قد ايه؟ ها الجول ايكوال ايه؟ ما احنا قايلين اهو يا دكتور، فين الجول يا مستر؟ اهو ايكوال فولت ملتبلاي كولوم اهو، يبقى فولت ملتبلاي فولت ملتبلاي، اه يبقى بي هي الرايت تشويس خلاص. الفيزيكال كوانتيتي ويتش از ميجرنج يونت ايكويفالنت للكلام ده از ايه؟ واحده واحده، نمسك الجول اوفر فولت في سكند. تعالى يلا نشتغلها هنا، جول اوفر فولت في سكند، شيل دي كده عشان نكتبها انا اهو. ادي يا دكتور جول اوفر فولت ملتبلاي سكند، صح كده؟ جول اوفر فولت ملتبلاي. طيب يلا جول على فولت، ها جول على فولت، بص جول على فولت، الاثنين دول ايكوال كولوم، يعني الكولوم ايكوال جول اوفر فولت، فانا اقدر اشيل الاثنين دول واقول ايه؟ واقول كولوم اهو. يبقى بص بقى ايكوال اهو يا دكتور، ادي الكولوم multiply 1 over second، يبقى اذا تعتبر كولوم اوفر سكند، يعني تعتبر ايه؟ كولوم اوفر سكند. مين كولوم اوفر سكند؟ الامبير. خلاص يبقى دي عباره عن ايه يا دكتور؟ ها هتقول لي يا مستر يبقى دي عباره عن الامبير. مين بقى الامبير؟ تعال نشوف اختياراتنا، هل كارنت انتنسيتي؟ اه. هل بوتنشال ديفرنس؟ لا. ها
هل الورك دان؟ لا. هل الكوانتي اوف الالكتريستي؟ برضه لا. خلاص كده واضح. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور، بيقول لك بقى when 1.5 فولت is written on electric cell، يعني انا عندي خليه كهربيه مكتوب ان هي دي بتطلع 1.5 فولت، ده معناه ان ايه اللي ايكوال 1 بوينت؟ الالكتروموتيف فورس. اشمعنى؟ لان فولت يا دكتور فولت اكيد ايه، بص هل الكتريك كارنت انتنستي؟ لا امبير. الكتروموتيف فورس اه بالفولت، انما الستورد انرجي لا، مش دي الستورد انرجي. خلاص تمام. طب الريزيستنس اكيد بالاوم، فاهمني؟ فلذلك تبقى الاجابه ايه؟ الاجابه الكتروموتيف فورس. طيب لو الكوانتيتي اوف التشارج which passes in an electric wire is doubled and the time of its passing decreases to its half، the current intensity will ايه؟ هقول له بص اللي انا عارفه ان الكرنت انتنستي ايكوال الكوانتيتي اوف التشارج اوفر التايم. حصل يلا نشتغل. بيقول الكوانتيتي اوف التشارج مالها؟ ها دبلت يعني بقت 2. And the time of passing decreases to half، ادي اوفر الهاف. ايه اللي يحصل؟ والله هتقوم عامل الكلام اللي انا عامله ده، يبقى هنا 2 اوفر هاف. 2 اوفر هاف يا دكتور تطلع بكام؟ تطلع ب 4. اذا هت increase 4 تايم، يبقى هت increase 4 تايمز، يبقى ايه هي الرايت؟ ايه هي الرايت؟ ايه تشويس. يلا نمبر 26 بيقول لك ايه؟ بيقول ايه يا دكتور؟ بيقول if an electric current of 0.2 امبير، تمام؟ يبقى ده كده الايه؟ الكرنت انتنستي. حلو. هي فلو ثرو ان الكتريك هيتر، في الكتريك هيتر يعني هيتر كهربي، اند البوتنشال ديفرنس بتوين اتس تو اندز از كذا، يبقى ده الفي. هوز ريزيستنس از ايكوال ايه؟ هو عايز الريزيستنس. حصل هي ريزيستنس ايكوال ايه؟ ايكوال في اوفر الاي. اد الريزيستنس يبقى الفي اوفر الايه؟ الفي اوفر الاي. خلاص يبقى انت عندك الفي بكام؟ ب 220 فولت اوفر 0.2. يبقى نقول كده يا دكتور 220 over 0.2 طلع ب 1100. يبقى اذا ايه هي الرايت؟ ايه هي الرايت تشويز؟ يلا 27 بيقول لك ايه بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ بيقول لك ان الكتريك ريزيستنس اوف 20 اوم، يبقى دي يا ابو الدكتور عباره عن ايه؟ هتقول لي يا مستر دي عباره عن ريزيستنس. اف ان الكرنت انتنستي باسنج ثرو ات از دبلد، ذا فاليو بيكمز ايه؟ قد ايه اومز؟ واحده واحده. مش انت عندك الكتريك ريزيستنس اه بكام اوم؟ ب 20 اوم. انا عندي ريزيستنس صح. قال لي ريوستيت؟ لا، هو قال لي ريزيستنس. الريزيستنس بكام اوم؟ ب 20. لو الكرنت انتنستي باثنج ثرو ات از دبلد، الكرنت انتنستي ايه؟ دبلد، اتضاعف. اتس فاليو بيكمز قد ايه؟ ركز بقى معايا في الحته دي عشان دي في غايه الاهميه. ايه يا مستر؟ الريزيستنس يا دكتور بقى ليها فيكسد فاليو لا تتغير. والله انا ضعفت بقى الكرنت قللته، هي كام؟ 20 اوم، يبقى هتفضل 20 اوم. ودي حاجه مهمه جدا لازم تبقى واخد بالك منها. وصلت؟ لان دي عباره عن ريزيستنس، مقاومه ليها فاليو ب 20 اوم. فوالله لو انا غيرت الكرنت انتنستي لا مش هيتاثر يا باشا. وصلت؟ تمام. الريزيستنس مش هتتاثر، الريزيستنس هي اللي مش هتتاثر. An electric current تيار كهربي whose intensity ها الشده بتاعته is 1 امبير، شدته بكام يا دكتور؟ ب 1 امبير. passes through a resistance، مرت خلال resistance of 20 اوم، يبقى resistance بقى دي يا دكتور ب 20 اوم. then the intensity of the electric current increases to 2 امبير، احنا زودنا بقى ال intensity بتاعت ال electric current ل 2 امبير. in the same resistance، لنفس ال resistance. in the same resistance. سو ان الفاليو بتاعت الريزيستنس برضه مش هتتغير. يعني يا جماعه فاليو الريزيستنس ثابته، الريزيستنس يا مستر مفروض ثابته لا تتغير. طب انا زودت الكرنت انتنستي يبقى انا ضعفت الكرنت انتنستي، هو زود الكرنت انتنستي بس، فاهمين؟ يعني الاول كان الكرنت انتنستي ب 1 امبير، هو ضعف وخلته امبير، انما الريزيستنس ثابته، يبقى دازنت ايه؟ دازنت تشينج. يعني يا مستر مش هتقل للهاف مثلا، لا، ولا هتقل للكوارتر، ولا هتزيد للدبل. الريزيستنس زي ما هي بالظبط. خلاص هو بس زود الكرنت انتنستي، بدل ما كان الكرنت انتنستي الكوانتيتي اللي بتمر في 1 سكند كانت ب 1 امبير، لا هو ضعيفه، بس هو زود الكوانتيتي في التشارج يعني، فاهمين؟ طب تعالى يلا نشوف السؤال نمبر 29 بيقول لك ايه؟ بيقول لك we can control the value of the current intensity that passes in the different parts of the circuit by using ايه؟ والله اقدر اكنترول على الفاليو بتاعت الكرنت انتنستي عن طريق مين يا دكتور؟ عن طريق طبعا الايه؟
الريو ستيت، الريو ستيت هي اللي بتخليني اتحكم في الكرنت انتنسيتي. خلاص، يبقى عن طريق الريو ستيت. هل الاميتر؟ لا طبعا. طب هل الاميتر ده بيميجر الكرنت انتنسيتي؟ هو بيقول لك الكرنت قد ايه، بس هو ما يزودلكش الكرنت ولا يخليك تكنترول عليه، فاهم حاجه؟ طب الاوميتر دي بتاعت الريزيستنس اصلا، ده جهاز بيقيس الريزيستنس اصلا. خلاص، انما الفولت ميتر ده بيميجر البوتنشال ديفرنس. مفيش غير الريو ستيت هي اللي بتغير الفاليو بتاعت الايه، الريزيستنس، وبالتالي بقدر اكنترول في الكرنت انتنسيتي. وي كان كنترول الفاليو اوف الالكتريك ريزيستنس، نقدر نكنترول الفاليو بتاعت الالكتريك ريزيستنس برضو باي يوزنج الريو ستيت برضو. يبقى خد بالك، انت تقدر تكنترول الفاليو بتاعت الكرنت انتنسيتي، شدة التيار، برضو بالريزيستنس. ليه؟ لو قللت الريزيستنس معناها انا زودت الكرنت انتنسيتي. طب لو انا عليت الريزيستنس يبقى انا قللت الكرنت انتنسيتي. ها، وصلت؟ ونقدر نكنترول على الفاليو بتاعت الالكتريك ريزيستنس باي يوزنج ايه؟ الريو ستيت. اللي بعده بيقول ايه؟ اليونت ذات از يوزد ان ميجرنج الالكتريك ريزيستنس از ايه؟ ايه هي اليونت اللي انا بستخدمها عشان اميجر الالكتريك ريزيستنس؟ طبعا الايه يا دكتور هتكون الاوم، هيكون ايه يا دكتور؟ الاوم. ده سؤال طبعا ايه، بسيط جدا. طيب يلا سؤالنا اللي بعده، بيقول لك the knot is used to measure electric resistance. ها، مين اللي بستخدمه عشان اميجر الالكتريك ريزيستنس، المقاومه الكهربيه؟ هتقول لي بقى اميتر، فولتميتر، او ميتر، ريوستيت. لا نقف ثواني، هو بيقول لي الايه؟ الالكتريك ريزيستنس، صح كده؟ صح، يا ريزيستنس يا دكتور. بنستخدم ايه؟ بص بيقول لك يوزد، ها يوزد يعني الجهاز اللي بستخدمه عشان اميجر الريزيستنس، اكيد هيكون ايه يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر الاوميتر. امال الريوستيت؟ الريوستيت يا حبيبي انا بتحكم في الفاليو بتاعت الريزيستنس، انما بميجر الريزيستنس بالاوميتر. امال الريوستيت يا مستر؟ لا، ده اللي بنغير فيه الايه، القيمه بتاعت الريزيستنس، بنعليها ونقللها. الريشيو بتوين البوتنشال ديفرنس اكروس تو اندز اوف كوندكتور اللي هو الفي، تمام، اند الالكتريك كارنت انتنسيتي، الكتريك كارنت انتنسيتي شده التيار باسنج ثرو ات از ايكوال تو ايه؟ اقول لك تعالى، يبقى انا عندي الار وعندي الفي، صح، ايه القانون اللي بيربط ما بين الاثنين؟ هتقول لي يا مستر ان الار ايكوال الفي اوفر الاي، صح ولا انا غلطان؟ هتقول لي مظبوط، ده اتكلم عنه وده اتكلم عنه، يبقى هو يقصد مين اصلا؟ يقصد الار. مين الار؟ ريزيستنس، مش الكتروموتيف فورس، ولا الورك دان، ولا الكوانتيتي، هي فعلا الكتريك ايه؟ الكتريك ريزيستنس. يبقى دي هي الاجابه المظبوطه. يلا اللي بعده، بيقول لك الريزيستنس اوف الكوندكتور ويتش كاريز ا كارنت اوف 1 امبير وين ان البوتنشال ديفرنس بتوين اتس تو اندز از 1 فولت ايكوال ايه؟ هي الريزيستنس اوف الكوندكتور ويتش ايه؟ ويتش كاريز الكارنت اوف 1 امبير، يبقى انا عندي الكارنت 1 امبير، ده الكارنت انتنسيتي، and the potential difference between its two end V وعند ال V. بص يبقى هنا ال I وهنا ال V، حصل معناها ان هو بيتكلم على I بالامبير وده بالايه؟ بالفولت. اهو عندي امبير عندي فولت، يبقى هو بيتكلم على مين؟ على الاوم. حصل يبقى هنا بنتكلم على ايه بقى؟ 1 اوم. يبقى C هي الرايت ايه؟ هتقول لي هي الرايت تشويس. طب in the electric circuit the sliding rheostat is used to not. ها، ال sliding rheostat يا دكتور بنستخدمه عشان نميجر الالكتريك current intensity، ولا ال potential difference، ولا change resistance value، ولا open and close the circuit؟ اكيد مش open و close the circuit، صح ولا مش صح؟ هتقولي صح، واكيد يا مستر مش الالكتريك current intensity، يعني انت مش بتميجر بيها الالكتريك كارنت انتنسيتي. امال يا دكتور تعالى بقى نشوف، هل بنميجر البوتنشال ديفرنس ولا بنغير الفاليو؟ طبعا البوتنشال ديفرنس بالايه؟ بالفولت ميتر، يبقى فولت ميتر. انما اللي بغير الريزيستنس فاليو او قيمه المقاومه بنغير، يبقى عن طريق ايه؟ عن طريق سي. يبقى دي كده اجابه زي الفل. يلا نشوف اللي بعده، بيقول لك بقى الاباريتس اللي بيستخدم تو كنترول الفاليو اوف الالكتريك ريزيستنس ان ذا سيركت از ذا نوت. ها، الجهاز اللي انا هستخدمه عشان اكنترول الفاليو بتاعت الالكتريك ريزيستنس يبقى انهي يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر الريو ستيت. يبقى هي دي الاجابه الايه؟ المظبوطه. يلا 37، بيقول لك السيمبل ذات انديكيت ذا فاريبل ريزيستنس. فاريبل ريزيستنس احنا قلنا المقاومه اللي هي طالعه نازله ويكون طالع عليها الريو ستيت، يبقى مفيش غير ايه؟ مفيش غير بي يا دكتور. خلاص، يلا 38، بيقول لك ايه؟ ان الريو ستيت السلايدر از موفد اون نقط بار، طبعا على الكبر بار. كبر ايه يا دكتور؟ كبر بار، زي ما اتفقنا قلنا البار ده كبر، لازم يكون حاجه كوندكتور، خلاص، ان هو اللي بيستقبل الكتريك كارنت وينقله للفلو اوت بتاعت الكارنت اللي هي البوينت سي. البوينت اللي هي كانت سي يا دكتور،
اللي احنا اتكلمنا عليها في الايه؟ في الرسمه بتاعت الريو ستيت. خلاص يلا سؤالنا اللي بعده بيقول لك الانسيوليتد ماتيريال، انسيوليتد ماتيريال مواد العازله يعني خلاص، يوزد ان مانيفاكشرنج اوف الكتريك ديفايسز از ايه بقى؟ ايه الماده اللي كانت عازله اللي احنا استخدمناها؟ كانت طبعا البورسلين يا دكتور. فالاجابه هنا هتكون ايه؟ هتكون يا مستر نمبر دي، البورسلين. خلاص قلنا البورسلين سلندر ده اللي كان كويلد عليه، اللي هو الكويلد واير او السلك اللي هو كان كويلد، اللي احنا قلنا بقى اللينث بتاعه يا دكتور ده معناها كل ما بيزيد يبقى الريزيستنس بتزيد، كل ما بيقل يبقى الريزيستنس ايه؟ بتقل. خلاص طبعا سؤالنا اللي بعده بيقول لك according to Ohm's law at constant temperature if in the potential difference between the terminal of conductor is doubled so in the resistance of this conductor is a برضه هتريمين ايه؟ هتريمين كونستانت. يبقى هيحصل لها ايه يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر هتريمين كونستانت. فين ريمين كونستانت؟ هتبقى بي. يبقى هي دي كده الايه؟ الاجابه المظبوطه. الفاليو اوف الريزيستنس اوف ان الكتريك كوندكتور يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه فاليو يا اولاد؟ القيمه بقى خلاص بتاعت الريزيستنس بتاعت المقاوم لاي الكتريك كوندكتور موصل كهربي اللي هو السلك يعني خلاص. ان ان الكتريك سيركت في اي دايره كهربيه از تشينجد، امتى الفاليو دي بقى يا دكتور تتغير؟ هل لو انا غيرت الدايمنشنز اوف الكوندكتور يعني الابعاد بدل ما هو كده خليته كده مثلا، ولا الالكتريك كارنت انتنسيتي؟ وانا لو غيرت الكارنت انتنسيتي هل هيأثر على الريزيستنس؟ هتقولي لا طبعا يا مستر، لان الريزيستنس ليها ايه؟ ليها فاليو ثابته لا تتغير ما تتاثرش. تمام. طب هل لو انا غيرت الكوانتيتي اوف الالكتريستي؟ برضو لا. ليه؟ لان الكارنت انتنسيتي ما هو عباره عن كوانتيتي اوف الالكتريستي بتمر في كوندكتور خلال ايه؟ خلال سكند، فاكيد الاثنين دول ايه؟ مستبعدين. طب هل لو انا الفاليو بتاعت الريزيستنس هتغير لو انا غيرت التايم اوف كونكشن؟ الله، ما انا بقول لك اصلا الكارنت انتنسيتي ده عباره عن الكيو اوفر ايه؟ اوفر تي تايم. صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. طالما الكارنت انتنسيتي ذات نفسه اللي هو ده على ده ما اثرش، يبقى التايم هيأثر برضو؟ لا. يبقى بالاكسكلودنج بالاستبعاد يعني كل ده باي باي، يبقى ما بقاش غير يا دكتور دي. يبقى موضوع الدايمنشنز اوف الكوندكتور ده تعالى نفهم، هل لو الكوندكتور كده وليه ريزيستنس هتبقى هي نفس الفاليو لو انا غيرت الدايمنشنز بتاعته بقت بالشكل ده؟ هتقول لي لا. بقت بالشكل ده مثلا؟ هتقول لي لا برضو يا مستر، بتتغير. يبقى اذا الفاليو بتاعت الريزيستنس يبتدي يحصل لها ايه بقى؟ يحصل لها تشينج لو انا غيرت الدايمنشنز اوف الكوندكتور الابعاد. خلاص اعرف بقى المعلومه وما تنساهاش. يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. اذن لينث اوف الواير اوف الريو ستيت انكريزز يعني يا مستر؟ عارف الريو ستيت يا دكتور؟ اه فاكر بقى انت اللينث اللي احنا كنا على البورسلين سلندر كده؟ اه. كل ما اللينث ده ما بينكريزز بيزيد معناه ان الريزيستنس بقت عاليه، وكل ما الريزيستنس بقت عاليه يبقى الكرنت انتنستي ماله؟ بيقل. هو بيسال على الكرنت انتنستي زي ما قلت لك الاثنين يا دكتور انفرسلي بروبورشنال مع بعض. خلاص وبناء عليه هو بيحصل له ايه؟ بي ديكريز. هل بي انكريز؟ لا. هل بي ديكريز از الريزيستنس انكريز؟ ده اه الريزيستنس زادت وهو ايه؟ وهو قال دي اجابه منطقيه. طب هل دازنت تشينج؟ لا طبعا بيتغير. طب هل هيزيد؟ لا 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 لا، هو مش دايركت، هو انفرسلي. خلاص طيب وي كان كنترول الاليومينيشن بتاع مين بقى؟ الاليومينيشن بتاع البالب اكس ان انهي سيركت؟ البالب اكس ديت اللي هي عباره عن الالكتريك لامب يعني، اقدر اكنترول الاليومينيشن يعني درجه الاضاءه بتاعتها لو انا عندي ريو ستيت. فهل الاولى يا دكتور في عندنا ريو ستيت؟ ترد تقول لي لا يا مستر، هنا في ريو ستيت اه، هنا في ريو ستيت لا، هنا في ريو ستيت فيكسد. خلاص يبقى بالاكسكلودنج هي دي الايه؟ هي دي الاجابه المظبوطه فعلا. خلاص طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور صلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. In the electric circuit in front of you, when in the slider of a rheostat moves from the point A لل point B. بص ال point A ال point ديت لل point B هنا. تمام تمام. The intensity of light in the electric lamp هيحصل له ايه؟ طب واحدة واحدة. بص شكل الريوستيت ركز معايا لو سمحت، الريوستيت بالشكل ده كده خلاص، وهنا السلايدر. الفكرة فين؟ لو انت فاكر واحنا بنرسمها قلنا البوينت اللي هنا دي البوينت A والبوينت اللي هنا البوينت بي. طب هي فين يا مستر؟ اهم حاجه تشوف بدايه الكونكشن فين بعيد عن السلايدر. سيبك من السلايدر، مش ده السلايدر اه، فين البوينت الثانيه بي؟ اذا البي ديت البوينت الاولانيه يعني دوت الايه؟ الان كارنت. فاهم؟ ده الايه؟ ده الان كارنت يا مستر. يبقى ده الكارنت الايه؟ ده الكارنت الداخل. خلاص فاهمني؟ فلذلك كده عارف انت معناه ايه؟ معناه ان انا حركت السلايدر من هنا. السلايدر كان لو موجود هنا يبقى زيرو، زيرو ريزيستنس. اقعد احركه كده يبقى انا بعلي الريزيستنس، هو مخلي الريزيستنس اعلى حاجه خالص. وبالتالي لما انا ابتدي ارجعه للبوينت بي
لما انا ارجعه هنا بقى تاني يبقى انا بقى ايه؟ بقفل الريزيستنس، بقلل الريزيستنس. طب طالما انا الار قللتها يحصل ايه للكرنت انتنسيتي؟ يزداد، انكريزز، خلاص يبقى فين انكريزز؟ هتقول لي دي يا مستر هي دي الايه؟ الرايت شوت، الرايت تشويس. ها وصلت الفكره؟ يبقى لازم تتخيل الرسمه مظبوطه. لو انت فهمت اللي فوق ديت ان المفروض الريو ستيت تبقى في الحته دي اهو. لو كانت الريو ستيت يا دكتور في البوينت اللي انا هغير لك لونها دلوقتي ديت هنا اهو كده، ده معناه ان هي كلوزد، مقفوله خلاص. فالريو ستيت لما تيجي في عند بوينت اخيره كده، اه ده كده معناه ان انا معلي الايه الريزيستنس اعلى حاجه. سؤالنا اللي بعده بيقول لك ديورنج الكونكشن اوف الالكتريك سيركت تو ذا باي اومز لو، عشان نسبه اومز لو، التيتشر ادفايزد هيز ستودنتس تو كونكت الريو ستيت تو ذا سيركت تو. ايه بقى؟ احنا بنوصل يا اولاد الريو ستيت في السيركت بايه؟ بيقول لك تو ايه؟ احنا الريو ستيت اصلا وظيفتها ايه؟ هل هتميجر الكرنت انتنستي؟ لا طبعا. هي اصلا الريو ستيت بتميجر ولا بتكنترول؟ هتقول يا مستر هي بتكنترول مش بتميجر، هي بتكنترول، فاهمين؟ بتحكم في الكرنت انتنستي عن طريق الريو ستيت. اه دي اجابه منطقيه. انما هل هسويتش اون واوف؟ امال فايده الكي ايه يا دكتور؟ فاهمني؟ ومش هميجر الكرنت انتنستي لان دي وظيفه الاميتر خلاص، ولا الفولت ميتر كمان لان بوتنشال ديفرنس، فاهمني؟ يبقى دي بالكنترول. طيب الالكتريك كارنت انتنستي اللي هي الاي ايكوال، هي تقول يا مستر ايكوال كيو اوفر تي، دي حاجه. طب الحاجه الثانيه ايكوال الار ايكوال في اوفر الاي، حصل حصل. طب ما انا عايز الاي، يبقى الاي ايكوال في اوفر مين؟ في اوفر الار خلاص. فكيو ملتبلاي تي غلط، احنا عايزين كيو اوفر تي. كيو اوفر تي اه شغاله ينفع، يبقى دي تنفع اي تبقى كويسه خلاص. يبقى الباقي اكيد ايه مش مظبوط. يلا نشوف سؤالنا اللي بعده بيقول لك ايه. نوت اذ ذا ماثيماتيكال ريليشنز اوف اومز لو، لسه قايلينها بالظبط يا دكتور، ان الار ايكوال في اوفر ايه؟ الار ايكوال في اوفر الاي، خلاص يبقى هي دي الرايت تشويس. حلو جدا. تعالى يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور. ان الاوبوزيت فيجر اف السلايدر اوف الريو ستيت موفز، فين السلايدر؟ تعالى الاول ندرسه. بص بص ادي السلايدر جاي عند نقطه البدايه، دي نقطه البدايه فاهم؟ اهو انا ده الكونكشن اهو بتاع كل الالكتريك سيركت، وادي الايه؟ البدايه بتاعت الريو ستيت والسلايدر في الاول. فكده معناه ان الريو ستيت ايه؟ الريو ستيت قليله خالص، يعني احنا الريزيستنس قليله هنا مش عاليه خالص. فهو بيقول لك بقى لو احنا هنحركه من الايه للبي، بص من ايه للبي يبقى انا هخلي الايه؟ الريزيستنس تزيد قوي قوي. بيقول لي بقى الفولتميتر ريدنج، ما هي الفكره فين؟ الفكره ان الريزيستنس انفرس مع مين؟ مع الاي، والاي دايركت مع الفي، يعني هي انفرس مع الاثنين خلاص. فهي انفرس مع البوتنشال ديفرنس وانفرس مع الاير كارنت انتنستي. فمفروض كده الريدنج بتاع الفولتميتر ايه يحصل له؟ ان هو يديكريزز. يبقى بي هي الايه؟ هي الاجابه المظبوطه خلاص. تعالى نشوف 49. بيقول لك الريشيو ما بين البوتنشال ديفرنس بتوين التو اند اوف كوندكتور، ريشيو نسبه بوتنشال ديفرنس بين تو اند اوف كوندكتور اند الالكتريك كارنت انتنستي. يبقى احنا بنتكلم على الفي والاي خلاص، في واي الاثنين مع بعض، يبقى ناقص ايه؟ ناقص الار، يبقى الار ايكوال في اوفر ايه؟ الاي. يبقى الريشيو اهو، بص الفي اوفر الاي، الريشيو ديت عباره عن الريزيستنس. فهو بيقول لك بقى ايه؟ از ايكوال تو مين؟ الالكتروموتيف فورس؟ لا. طب هل الالكتريك كارنت؟ لا برضه مش كهربي. طب الكوانتيتي اوف الالكتريستي؟ برضه لا. طب الالكتريك ريزيستنس؟ اه هي ديت عباره عن الايه؟ الالكتريك ريزيستنس خلاص. لان الاي ام اف ديت يا جماعه دي بالنسبه للايه؟ للموضوع الفولت ميتر، فولت ميتر بس. ويبقى كونكتد ايه يا مستر؟ هتقول لي بارل بالباتري وهي اوبن سيركت والكلام اللي احنا عارفينه ده خلاص. وطبعا مش كارنت انتنستي، لان انا بقول لك كارنت انتنستي وبوتنشال ديفرنس، هتقول لي الكتريك كارنت تيار كهربي؟ لا طبعا، هو بيميجر الايه دي؟ بتريبريزنت ريزيستنس خلاص. طيب 1 فولت ايكوال ايه؟ الفولت ايكوال اكتر من حاجه، ايه هما يا مستر؟ اولا ادي يا باشا الفولت، هتقول لي جول على كولوم، دي واحده، والفولت اوم في امبير خلاص. يبقى جول على كولوم، اوم في امبير، يبقى بص امبير ملتبلاي ايه؟ اوم. احنا قلنا اوم ملتبلاي امبير، اوم ملتبلاي ايه؟ امبير. اهو ادي الاثنين اهو، حصل تقول لي حصل. اذا تبقى ايه الايه معانا ولا مش معانا؟ دي امبير ملتبلاي اوم شغال، وجول اوفر كولوم، يعني دي صح، وجول اوفر كولوم. بص جول اوفر كولوم، جول اوفر كولوم برضو معانا، يبقى احنا معانا اتنين، معانا ايه ومعانا بي خلاص. وكولوم اوفر سكند، لا طبعا مش كولوم اوفر سكند، يبقى كولوم اوفر سكند ده الامبير، وهو بيتكلم على مين؟ وهو بيتكلم على الفولت خلاص. يبقى ايه وبي؟ اه فعلا ايه مظبوطه وبي مظبوطه، يبقى دي هي الاجابه المظبوطه.
خلاص. طب الفيجر اني بيوضح الريليشن ما بين الكرنت انتنسيتي اي باثنج ثرو ا كوندكتور اند اتس ريزيستنس وين التمبريتشر از كونستانت. بص يا باشا، اول ما نلاقي العلاقه ما بين الكرنت انتنسيتي وما بين الريزيستنس، خلاص، وخد بالك يا مستر الريزيستنس والكرنت انتنسيتي ات كونستانت تمبريتشر، العلاقه ما بينهم دايما انفرسلي، ما بين ريزيستنس كرنت انتنسيتي. بمعنى انا لو زودت الكرنت انتنسيتي، اسف، انا لو زودت الريزيستنس فالكرنت انتنسيتي بايه، بيقل. طب انا لو قللت الريزيستنس فالكرنت انتنسيتي هياخد راحته ويزداد. فلذلك الريليشن ما بينهم مالها يا دكتور؟ هتقول لي انفرسلي يا مستر. طب مين في دول يا اولاد انفرسلي؟ ها، دي انفرسلي، يعني دي بص بيقل، دي ثابته، الكرنت انتنسيتي ثابت ما بيتغيرش مهما تزود الريزيستنس. طبعا ده غلط، طبعا هنا الكرنت انتنسيتي بيزيد مع الريزيستنس برضو غلط، هنا ثابت وبيزداد برضو غلط. يبقى بالاستبعاد مفيش غير الايه، هي الاجابه الايه المظبوطه. خلاص، طيب تعال نشوف انهي دايجرام من دول يا دكتور بيريبريزنت اومز لو. اومز لو كان علاقه ما بين مين؟ ها، قلنا يا دكتور حاجتين، كرنت انتنسيتي وبوتنشال ديفرنس. يبقى انا عندي الاي وعندي الفي، وقال لك ان الاثنين بيكونوا دايركت ايه مع بعض، ده يزداد ده يزداد، ده بيقل ده بيقل. خلاص، لذلك دايركت. فين العلاقه الدايركت؟ هتقول لي بيبقى هي دي الايه، الرسمه اللي هو عايزها او الدايجرام اللي هو عايزه. تعال نشوف يلا اللي بعده. Which electric circuit is used to verify Ohm's law؟ مين في دول يا جماعه بتثبت اومز ايه يا دكتور؟ اومز لو. طيب اومز لو انا قلت لك في ست حاجات المفروض تلاقيها. حصل حصل. طيب تعال نبص كده سريعا ونستبعد. هنا فولتميتر بارلل اميتر، ماشي، فولتميتر بارلل اميتر، ها، اميتر بارلل غلط، يبقى دي اول حاجه خالص. طيب بص لي عليهم كلهم، هل كلهم بيحتوي على باتري؟ هتقول لي بص يا مستر دي ما فيش باتري، يبقى مستبعده. هنا في باتري، هنا في باتري، هنا في باتري، خلاص دي كده كده مستبعده، يبقى باتري وباتري. حلو. الحاجه الثانيه بص لي على الكي، ماله يا دكتور؟ هل الكي كلوزد؟ بص الكي اوبن، يبقى مستبعد. خلاص انا استبعدت، يبقى هي دي الاجابه الايه المظبوطه. طيب عظيم جدا. نبص بقى عشان نتاكد. ادي يا دكتور بطاريه، ريستيت، ريزيستنس، فولت ميتر، اميتر، وادي الكي، كده مرنا زي الفل، مفيش مشكله. يلا سؤالنا اللي بعده، يلا يا دكتور. وين الكرنت اوف 3 امبير؟ يبقى دي الاي. باسز ثرو كلوزد الكتريك سيركت كونتيننج ا ريزيستنس اوف 2 اومز. يبقى انا معايا الار، يبقى انا معايا الاي ار. اي ار يبقى هو هيطلب الفي بقى. الريدنج اوف الفولت ميتر اهو، يبقى الفي ايكوال ايه يا دكتور؟ ها، هتقولها يا مستر، الفي ايكوال اي ار. خلاص، يبقى الاي ملتبلاي الار. الاي بكام؟ ب 3، والار بكام؟ ب 2، يبقى 2 تايمز 3 ب 6. اذا يبقى البي هي الاجابه الايه المظبوطه. طيب تعالى يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. بيقول لك تشوز فروم الكولوم بي وات از سوتس ان الكولوم اي. الالكتريك ستيت اوف الكوندكتور از كولد ايه؟ ايه هي الالكتريك ستيت يا دكتور بتاع الكوندكتور؟ هل الالكتريك بوتنشال؟ لوحدها كده الكتريك بوتنشال، طبعا هي الالكتريك، ايه هي الالكتريك بوتنشال. انما بين تو تيرمينال اوف كوندكتور بيبقى اسمه بوتنشال ديفرنس. خلاص، طيب الالكتريك كوانتيتي از كولد ايه؟ الالكتريك كوانتيتي بنسميها باتري ولا الكتريك ريزيستنت انتنسيتي الكتريك تشارج؟ لا، بنسميها طبعا الكتريك تشارج. يبقى الالكتريك كوانتيتي كميه الكهربيه الالكتريك تشارج. طب الاوبستراكشن اوف الكوندكتور از كولد ايه؟ الاوبستراكشن اوف كوندكتور، يعني كلمه اوبستراكشن دي اللي هي الممانعه، فاهمين، اللي هي ريزيستنس يعني، واضح؟ فيبقى 3 ايه يا دكتور؟ 3 هتقول لي سي. طب الالكتريك لامب از كولد ايه بقى؟ هل هو بيقول لك الالكتريك لامب، الالكتريك بامب، اسف معلش، الالكتريك بامب از كولد ايه؟ بص يعني يا دكتور الكتريك بامب اللي هي بامب يعني مضخه، ايه هو السورس بتاع الالكتريك بتاع الكهرباء؟ هل باتري ولا كارنت انتنستي؟ هتقول لي لا يا مستر باتري، يبقى البي هي الاجابه الايه المظبوطه، والاي بقت ايه مستبعده خالص مش تبعنا. طب يلا نشوف السؤال اللي بعده. يلا، الامبير عباره عن ايه؟ اهو احنا قلنا الامبير عباره عن يا اما كولوم اوفر تايم، خلاص، في هنا كولوم اوفر تايم، كولوم اوفر سكند، خلاص يبقى الامبير ايه؟ كولوم اوفر سكند. طب الحاجه الثانيه الفولت، الفولت يا دكتور الفي عندنا ليه قانونين، ايه هما؟ يا اما الجول اوفر كولوم، يا اما اوم في امبير، خلاص، اوم تايمز امبير، يبقى جول اوفر كولوم، اهو ادي جول اوفر كولوم. طب الاوم عباره عن ايه؟ ها، الاوم عباره عن فولت اوفر كارنت انتنس اللي هو الامبير، يعني يبقى فولت على امبير، فولت على امبير اللي هي نمبر بي. يبقى كده احنا خلصنا الايه السؤال ده. يلا
سؤالك اللي بعده rewrite the following statement after correcting the underlying word، يبقى هنصحح وتنقلها كلها في الإجابة. الأمبير هل هو اللي charge transferred by a constant current of 1 أمبير؟ يبقى أنا معايا أمبير in 1 second. بص أمبير وسكند، أمبير سكند، يبقى هو بيتكلم على مين؟ أه يا دكتور ركز كده الله يكرمك، أمبير سكند. ها يبقى أنا كلامي على مين؟ هتقول لي على اللي فوق اسمه إيه؟ كولوم. لازم القوانين دي حفظ حفظ ويبقوا قدام عينك، يعني عايزك اول ما تدخل اللجنه رص الثلاثه جنب بعض والسته دول كده، خلاص هتلاقي امورك زي الفل ان شاء الله. خلاص يبقى امبير في سكند عباره عن كولوم، يبقى الاولاني هيكون كولوم. طيب يلا سؤالنا اللي بعده نمبر 2، بيقول لك اف 2 الجول ايكوال ايه؟ ها الجول يا دكتور عباره عن، تعال نشوف الجول، الجول عباره عن كولوم في فولت، حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل، يبقى ايه فولت في ايه في كولوم، يبقى كولوم نفس الاجابه بالظبط. طب اليونت اوف الميجرنج الالكتريك تشارج از كولوم برضو، يبقى برضو نفس الاجابه، يبقى هنشيل الجول ونكتب كولوم. خلاص طب يلا سؤال نمبر 4، يلا يا دكتور بيقول لك ذا يونت اوف ميجرنج اوف الالكترو موتيف فورس، دي الفولت بقى، الفولت بتاعت الالكترو موتيف ايه فورس. طب يلا 5 الفولت از ذا بوتنشال ديفرنس اكروس التيرمينالز اوف كوندكتور وين ذا ورك دان to transfer a quantity of the charge of one column between the two point is 1A. بيقول لك to transfer quantity of the charge. حصل حصل. اوف كولوم ل 1 كولوم between the two point، يبقى بص بص هو بيتكلم على potential difference. حصل حصل. اتكلم على مين؟ قال لك عشان ننقل quantity of the charge of one column، ادي البوتنشال difference فولت. 1 كولوم يبقى ناقص مين بقى؟ هتقول لي ناقص مين يا مستر؟ الجول. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك الفولت از، بص انا بعرف الفولت، الفولت هتقول لي ايه؟ ات از ذا بوتنشال ديفرنس اكروس تو تيرمينال اوف كوندكتور، لما نيجي نعمل ترانسفير ل او تو الورك دان تو ترانسفير 1 ايه؟ 1 جول. حلو كده؟ او تو ترانسفير كوانتيتي في التشارج في 1 كولوم، ها بنشوف قد ايه الورك دان، الورك دان بيبقى بالايه؟ بالجول. يبقى الورك دان بيبقى بمين يا دكتور؟ بالجول. فهو بيقول لك تو بتوين التو بوينت بقى، يبقى هنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن اهو وين ان الورك دان تو ترانسفير 1 كولوم اهو ورك دان يبقى جول. وصلت؟ خلاص تعالى يلا نشوف سؤالنا اللي بعده، يلا يا دكتور. بيقول لك if ان الورك دان ترانسفير ان الكتريك تشارج اوف 300 كولومز، يبقى دي عباره عن الايه؟ عباره عن الكوانتيتي اوف التشارج بتوين التو بوينت از قد كده جول، يبقى ده الورك. خلاص ده بوتنشال ديفرنس بتوين زي، يبقى هو عايزك تحسب الفي، الفي ايكوال ايه؟ هتقول لي الورك اوفر الكيو، يبقى الورك بكام؟ 3 اوفر 300. طبعا دول باي باي، يتبقى لك كام؟ هتقول يا مستر يتبقى 111 فولت، حلينا واحده زيها بالظبط. طيب الفولت ميتر از كونكتد ان نقط، الفولت ميتر هيكون بارلل in the electric circuit. الاميتر، الاميتر ميجرز البوتنشال ديفرنس، لا طبعا هيكون مين؟ هيكون الفولت ميتر. يلا اللي بعده نمبر 9، بيقول لي ايه؟ بيقول لي الفولت ميتر از يوزد تو ميجر الالكتريك ريزيستنس، هو انا بميجر الالكتريك ريزيستنس بمين؟ ها او ميتر. خلاص يبقى بالاو ميتر يا دكتور. حلو جدا. اللي بعده the knot is used to change the resistance the rheostat. خلاص يبقى اسمها يا دكتور؟ ها تقول يا مستر rheostat. طب ممكن نقول sliding rheostat. طيب يلا 11 الاميتر is connected knot، اميتر هو قال لي بارل، يبقى انا اقول له ايه؟ ها series. The electromotive force of an electric source is the knot between its two poles when the circuit is open. والله الالكتروموتيف فورس اوف الالكتريك سورس از ايه؟ ها تعتبر ايه بقى؟ هتعتبر الالكتريك بوتنشال ديفرنس ولا هتعتبر ايه؟ هو بيقول لك الكتريك بوتنشال between its two poles هي البوتنشال ديفرنس، دي بوتنشال ديف رانس خلاص بتكون التجول نقط. بيقول لك الاوم ايكوال جول اوفر امبير دوت سكند، ها جول اوفر امبير دوت سكند. طيب جول اوفر ايه؟ امبير دوت سكند. هو امبير دوت سكند عباره عن ايه؟ امبير دوت سكند عباره عن كولوم، مظبوط ولا مش مظبوط؟ تقول لي مظبوط. يبقى جول على كولوم، ها يعني ده يعتبر بالظبط
جول اوفر كولوم. ها مين جول؟ جول اوفر كولوم اهو، جول اوفر كولوم طلع ايه بقى في الاخر؟ طلع الفولت. ها وصلت خلاص. يبقى هنا يتكلم على مين يا دكتور؟ تقول مستر بيتكلم على الفولت، يبقى نقول فولت. يلا 14 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الالكتريك كارنت انتنسيتي باسنج، يبقى الاي باسنج ثرو ا كوندكتور خلال موصل از دايركتلي بروبورشنال تو نقط بتوين الايه اتس اندز. طالما الاندز يا دكتور يبقى البوتنشال ايه؟ ها بوتنشال ديفرنس. ماشي، نقط از ريشيو بتوين البوتنشال ديفرنس اكروس ذا كوندكتور اوف الكوندكتور تول كارنت انتنسيتي فلوينج ثرو ات. بص بوتنشال ديفرنس فيه، وبعد كده بيقول لك كارنت انتنسيتي اي. بص يبقى الاي والفي معناها ان هو بيتكلم على مين؟ هتقول لي ان الار ايكوال في اوفر الاي، يبقى الكتريك ريزيستنس. يبقى هنا الايه؟ ريزيستنس. طبعا اقول له الكتريك ريزيستنس مفيش مشكله. طيب يلا نمبر 16 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الالكتروموتيف فورس كان بي ديفاين ات ذا بوتنشال ديفرنس بتوين التو بولز اوف الباتري وين الكرنت انتنسيتي اوف 1 امبير باسنج. لا طبعا، وين ايه بقى؟ ان بتكون اوبن سيركت يعني نو كرنت باسز ان السيركت. خلاص فبنقول كده وين ان السيركت از اوبن which mean no electric current passes بيمر، مفيش electric current بايه؟ بيمر. طيب يلا number 17 بيقول لك ايه؟ بيقول نقط، هو طبعا بيقول الالكتريك كارنت انتنستي ايه ذا ستيت اوف الستيت. الستيت يبقى عباره عن ايه يا دكتور؟ هتقول الالكتريك بوتنشال على طول، طالما الستيت اوف الالكتريك كوندكتور اللي بتوضح الترانسفير اوف الالكتريستي to and from it، والله يبقى ده الايه؟ الالكتريك بوتنشال عادي، ده الالكتريك بوتنشال، يبقى ده الالكتريك بوتنشال. حلو جدا. يلا نمبر 18 بيقول لك ايه؟ the resistance of a conductor of 1 امبير، يبقى انا عندي الاي is passed through is passed through in it when the potential difference between the two terminal ومديني الفي اي وفي بقى بيتكلم على الار. خلاص هو بيقول لي 1 فولت ايكوال قد ايه بقى؟ ها 10 اوم. اه هو بيتكلم على الفاليو بقى، هي اوم صح على فكره لان اي وفي بقى اوم، بس هي مش 10. ليه؟ ده 1 وده 1. يعني ايه؟ يعني الار ايكوال ايه؟ في اوفر الاي. الفي بكام؟ قال لي 1 اهو، 1 فولت والامبير 1، يبقى تطلع ب 1 اوم، يبقى هنا 1 اوم بس الاجابه 1 اوم. خلاص يبقى تكتب ايه؟ اكتب 1 اوم. يلا نمبر 19 بيقول لك ايه؟ بيقول لك if ان الفيكسد ريزيستنس از spoiled ان ذا سيركت يوزد تو بروف اومز رول، يعني لو الفيكسد ريزيستنس خلاص بنستخدم spoiled باظ اللي في الالكتريك. خد بالك كلمه spoiled يعني خلاص باظ في الالكتريك سيركت يوزد تو بروف اومز رول، ذا اميتر ريدنج از ايه بقى؟ الريدنج هيكون زيرو. ليه؟ لان ده دكتور بيكونكتد الاميتر كونكتد سيريز، اي حاجه سيريز تتاثر على طول. لو الالكتريك سيركت فيها حاجه باظت يبقى كل الالكتريك سيركت هتبقى اوبن مش شغاله، فهنا الاميتر هيقرا ايه يا دكتور؟ هيقرا زيرو. خلاص كده. يلا نمبر 20 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الماثيماتيكال ريليشن اوف اومز لو ايكوال ايه؟ والله ان الار ايكوال في اوفر الاي، بس كده. طب اف ان البوتنشال ديفرنس بتوين التو اندز اوف الكوندكتور از 3 فولت، يبقى ده الفي اند الالكتريك كارنت انتنسيتي اوف 1 امبير، وادي 1 امبير. حلو حلو. ذا ريزيستنس ها اوف الكوندكتور از نوت، هو بيقول لك الريزيستنس هتبقى 1 اوم. لا هقول له ان الريزيستنس ايكوال الفي اوفر الاي، يعني 3 اوفر 1 يعني ب 3، يبقى 3 اوم مش 1 اوم. يلا اخر سؤال في الحته اللي بيقول لك اف ان اللينث اوف الواير انكريز ذا ريزيستنس انكريزز اند الكرنت انتنسيتي، يحصل له ايه؟ لو اللينث بتاع الواير زاد الريزيستنس زاد، يبقى الكرنت انتنسيتي يقل على طول، يبقى ديكريزز. خلاص يلا الساينتفك تيرم. يلا يا دكتور بيقول لك positively charged particle found in the nucleus of an atom، ده عباره عن البروتونز، ده كده يقصد البروتونز اللي هي موجوده انسايد النيوكليس، خلاص اللي هو بنعبر عنها بالاتوميك نمبر بتاع اي element. طب negatively charged particle that rotate around the nucleus دي الالكترونز، يبقى دي عباره عن ايه يا دكتور؟ ها الكترونز.
طيب the flow of electric negative charges in a conducting material metal wire. ايه اللي هو الفلو ده؟ الالكتريك كارنت. ده عبارة عن ايه بقى؟ the electric current. طيب يلا سؤالنا اللي بعده بيقول لك ايه؟ ال quantity of the charge which transferred by a current intensity of 1 امبير in 1 second. هو عايز ال quantity of ايه؟ ال quantity of the charge مالها؟ اللي بترانسفير باي كارنت انتنسيتي 1 امبير. يبقى انا عندي امبير وعندي سكند. بص امبير وسكند، بص امبير سكند، يبقى هو بيتكلم على الكول. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هتقول لي مظبوط. يبقى امبير وسكند، يبقى هو بيتكلم على مين؟ الكول. يبقى ده عباره عن كولوم. طب يلا نمبر 5 بيقول لك ايه؟ بيقول لي ذا الكتريك كارنت انتنسيتي باثنج ثرو ا سيركت. يبقى في كارنت انتنسيتي بيمشي في سيركت، وين ان التشارج اوف 1 كولوم باث ثرو ا جيفن كروس سيكشن ان 1 سكند. كولوم وسكند، بص كولوم وسكند، يبقى هو بيقصد الايه؟ الامبير. يبقى نقول له يا دكتور امبير. حلو جدا. يلا سؤال نمبر 6 بيقول لك ايه بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. The current intensity produced by following one column. ال current intensity اللي هينتج by following one column، يبقى انا عندي one column of the electric charge in one second through a conductor. يبقى بص خد بالك، one column one second. يبقى ده عباره عن ايه؟ one column one second. يبقى المفروض الامبير، بس هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ال current intensity produced اللي بينتج. خلاص يبقى ده عباره عن ايه؟ اهو طالما كارنت انتنسي يبقى امبير على طول. خلاص زي هنا اهو، ادي الكارنت الكتريك كارنت انتنسي يبقى بيتكلم على الامبير. ها الكارنت انتنسي يبقى بيتكلم على الامبير. ماشي يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور نمبر 7 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكوانتيتي اوف الالكتريك تشارج اللي هي كيو ذات فلو ثرو ا كوندكتور ان تايم 1 سكند ان تايم. يبقى كيو تي، ها كيو تي يا دكتور، ها يبقى هو بيتكلم على مين؟ على الاي. الاي اللي هو عباره عن الالكتريك كارنت انتنسيتي. يبقى الكتريك كارنت انتنسيتي، الكتريك كارنت انتنسيتي هي الكوانتيتي اوف الالكتريستي ان الكولوم فولوينج ثرو ا كروس سكشن اوف كوندكتور ان 1 سكند. هي الكوانتيتي اوف الالكتريستي. خلاص الالكتريك كارنت ايه؟ ال quantity of electricity اللي هي ال Q. خلاص in ال column بال column، يبقى ال Q بال column اللي بتفلو خلال cross section in 1 second يعني time، يبقى بيقول Q over time. هي برضه Q over time اللي هو مين؟ اللي هو electric current intensity. تعالى يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. بيقول لك device used to measure electric current intensity، يبقى بيتكلم على ايه؟ الاميتر. خلاص يبقى هنا الايه يا دكتور؟ اميتر. يلا في ديفايس يوزد تو كنترول، مين اللي بيكنترول؟ ها هتقول لي السلايدنج ريوستيت. ديفايس يوزد تو ريز اور ريديوس الفولتج اوف الهوم الكتريك. ده عباره عن الالكتريك ترانسفورمر. ده الالكتريك ترانس فورمر، المحول الكهربي. يلا نمبر 11 بيقول لك ايه؟ بيقول لك the electric state of conductor that shows the transference of electricity from or to it when it's connected to another conductor. والله طالما الستيت يا دكتور يبقى هو بيتكلم على الالكتريك ايه؟ الالكتريك بوتنشال اوف كوندكتور. يبقى ده الكتريك بوتنشال اوف كوندكتور. يلا اللي بعده. الفاليو اوف الورك دان تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف التشارج. بص هو عايز يعرف الفاليو اوف الورك دان تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف التشارج 1 كولوم بتوين تو اندز اوف ذيس كوندكتور. ها عباره عن ايه يا دكتور؟ هتقولي بص قيمه الورك دان، يبقى الدبليو. حلو. تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف التشارج اوف 1 كولوم، يبقى بقول لك اوفر ايه؟ اوفر الكيو. يبقى الكوانتيتي الدبليو اوفر الكيو، الورك اوفر الكيو عباره عن الفي، وهو بيتكلم على البوتنشال ديفرنس اكروس تو تيرمينال اوف كوندكتور. اهو يبقى البوتنشال ديفرنس
between two ends أو two terminals of conductor. Between two terminals of conductor. طيب يلا نمبر 13 بيقول لك ايه؟ بيقول لك البوتنشال ديفرنس بتوين تو تيرمينال اوف كوندكتور. اهو بص بص بص، شفت دي كده اهو، كل دي كده هي دي الاجابه. لو كنت خدت بالي منها ما كنتش كتبتها اصلا. اون دوينج ورك اوف 1 جول تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف التشارج اوف 1 كولوم، ده عباره عن ايه؟ بص بص بص، البوتنشال ديفرنس لما يبقى في دوينج ورك 1 جول، 1 جول على 1 كولوم، يبقى هو يقصد مين؟ ما هو الفولت ده عباره عن جول وكولوم، جول وكولوم، جول وكولوم، هو بيتكلم على مين؟ على الفولت. يبقى الفولت يا دكتور. خلاص يبقى الاجابه يا مستر الفولت. يلا نمبر 14 بيقول لك ايه؟ البوتنشال ديفرنس بتوين التو بولز اوف الالكتريك سورس. التو بولز الالكتريك سورس يعني التو بولز اوف الباتري. وين الالكتريك سيركت از اوبن، يبقى دي الالكترو موتيف فورس. ذا ميجرنج يونت اوف ذا الكترو موتيف فورس اوف ذا الكتريك سيركت. الميجرنج يونت اوف الالكتروموتيف فورس اوف الالكتريك سيركت، ميجرنج يونت الالكتروموتيف فورس، يبقى الفولت. يبقى الميجرنج يونت فولت عادي جدا، مفيش مشكله. يلا نمبر 16، فيزيكال كوانتيتي which is measured by فولت multiply كولوم. اهي فولت multiply كولوم، يبقى بيتكلم على ايه؟ على الجول. خلاص يبقى ده عباره عن ايه؟ الجول. يبقى الجول. يلا 17 بيقول لك ايه؟ نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الديفايس ذات از يوزد تو ميجر الالكتروموتيف فورس اوف ان الكتريك سيركت. ها مين اللي بيميجر الالكتروموتيف فورس يا دكتور؟ هتقول لي الفولت ميتر. يلا 18 بيقول لك ايه؟ بيقول لي يوزد ان سام الكتريك سيركتس تو كنترول الكرنت انتنستي as the resistance is directly proportional with the length of the wire. ها بستخدمه في بعض الالكتريك سيركت عشان اكنترول مين يا دكتور بنستخدمه للكنترول؟ هتقول لي يا مستر عباره عن ريوستيت، او تقول لي السلايدنج ريوستيت. ماشي يلا نمبر 19 بيقول لك الاوبستراكشن اللي هي الاوبوزيشن. الاوبستراكشن اللي هي الايه؟ الاوبوزيشن اللي هي الريزيستنس يعني. خلاص طالما اوبستراكشن اوبوزيشن يبقى الالكتريك ريزيستنس، مش محتاجه كام، يبقى الالكتريك resistance. يلا اللي بعده. A resistance of conductor that allowed the passing of an electric current of 1 ampere through it when the potential difference across its ends is 1 volt. والله بص ال resistance of the conductor اللي ايه؟ هت allow the passing of electric current of 1 ampere. ها through، يبقى انا عندي امبير، حصل حصل، وعندي فولت، يبقى امبير وفولت. بص بص امبير فولت، يبقى انا عندي بتكلم على مين؟ ها هتقول لي يا مستر بنتكلم على الاوم، يبقى الاجابه هتبقى ايه يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر الاجابه الاوم، يبقى هنا الاوم. يلا 21 بيقول لك ايه؟ بيقول لي resistance that you can change its value، يبقى دي عباره عن ايه؟ in order to adjust the value of the current intensity and the potential difference. هذه اللي سلايدنج ريوستيت. يلا 22 بيقول a device used to measure the electric resistance. عندنا device بستخدمها عشان اميجر الالكتريك ريزيستنس. طيب يبقى او ميتر. يلا 23 بيقول لك الالكتريك كارنت انتنسيتي از دايركتلي بروبورشنال تو البوتنشال ديفرنس بتوين التو تيرمينال اوف كوندكتور ات ا كونستانت تمبريتشر. ها ده عباره عن ايه يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر ده اومز لو. ده ايه يا دكتور؟ ده اومز لو، ده النص بتاع اومز لو، ان الالكتريك كارنت انتنسيتي بيكون دايركت بروبورشنال للبوتنشال ديفرنس. طيب طبعا كونستانت الايه؟ التمبريتشر. اخر حاجه الريشيو بتوين البوتنشال ديفرنس اكروس تو تيرمينال اوف كوندكتور، يبقى الريشيو potential difference across the and the current and the current intensity. الريشيو ما بين الاثنين دول عباره عن ايه؟ هتقول عباره عن الار.
مين الار يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر دي عباره عن الريزيستنس اوف كوندكتور، يبقى الريزيستنس اوف كوندكتور يلا 25. الريشيو بتوين الورك دان ورك دان خلاص اند الكوانتيتي اوف الالكتريستي الكيو، اهو ادي الورك دان اهو، والكيوب اهو بيتكلم على مين؟ على الفولت. يبقى هنا ده عباره عن ايه يا دكتور؟ هتقول لي ده عباره عن الفولت، بس هو بيقول لك الريشيو بتوين الورك دان اند الكوانتيتي اوف التشارج باثنج بتوين تو بوينت، يبقى دبليو كيو، ادي الدبليو، ادي الكيوب، هو بيتكلم على الفي اللي هي البوتنشال ديفرنس، في اللي هي عباره عن بوتنشال ديفرنس، وطبعا الميجرنج يونت بتاعتها ايه؟ ها تقول لي الميجرنج يونت بتاعتها عباره عن الفولت. طيب البوتنشال ديفرنس اكروس تو تيرمينال اوف كوندكتور وين اتس ريزيستنس از 1 اوم، يبقى هو مديني الار، اند الكرنت انتنسيتي فلو 1 امبير، يبقى هو مديك الاوم والامبير. بص اوم امبير، هو بيتكلم على مين يا دكتور؟ بيتكلم على الفولت اهو، يبقى هنا بيتكلم على الفولت. طيب يلا 27 بيقول لك الكرنت انتنسيتي باسنج ثرو ا كوندكتور وين اتس ريزيستنس 1 اوم اند البوتنشال ديفرنس 1 فولت، يبقى 1 اوم 1 فولت، 1 اوم 1 فولت، يبقى بيتكلم على الامبير، يبقى نقول له ايه بقى؟ امبير. طيب خلاص هنكتفي بهذا القدر ونتوقف ان شاء الله عند السؤال بتاع ايه بتاع كومبليت. شكرا مشاهده، ربنا يوفقك يا رب، سلام عليكم.